نيجي بقى للديلينيشن اوف اكسيليا ليفل 1 اكوردنج تو راد كوم. الكريات بتاعي تقريبا ذا سيم، هو نفسه الاكسيليري فيزل كروس اللاترال ايدج بتاع البيكتورال بيكتوراليز ماينور ماسل، وده هيكون تحت الهومرال هيد. يبقى انا الكرينيال اند بتاعتي في ليفل 1 كده في الراد كومب زي الار تو جي. الكودا الاند ذا سيم برضه، البيكتوراليز ميجور ماسل انسرشن انتو ريبس نفس النقطه. احنا قلنا لما يحصل كروسنج للفري مارجن بتاعت البيكتوراليز ميجور اما تعمل كروسنج للريب، بس هو هنا قايل صراحه الفورس او الفيفث ريب، يعني اشوف الكروس ده حصل عند الفورس ريب ولا الفيفث ريب وابدا ارسم لحد عنده. الانتيريور ذا سيم البيكتوراليز ميجور ماسل، بس هو هنا ضاف السكن. يبقى ليه خد السكن؟ اما بنيجي في الكودا الاند بتبدا البيكتوراليز ميجور ماسل تختفي او تبدا تدخل لقدام اكتر فما تبقاش ظاهره، فبالتالي بيبقى يحل محلها السكن. ودي اما نيجي نرسم هوريها لكم بالظبط ازاي تتعمل. البوستيرور بتاعي هو البوستيرور بوردر بتاع السب سكابيولاريز واللاتيسموس دورساي. الميديال بتاعي هو نفسه اللاترال بوردر بتاع البيكتوراليز ماينور ماسل او ليفل 2، ودي زي الار 2 جي. واللاترال اللاتيسموس دورساي برضه ماسل او اللاين اللي كونكتنج اللاتيسموس دورساي والدلتويد اور اب تو ذا سكن، او حتى اخد لحد السكن على حسب مين فيهم اقرب للفوليوم اللي انا برسمه. نرسم بقى الفوليوم بتاعنا. اول حاجه هعملها هجيب الكرينيال اند بتاعتي، هقلب في القطات من تحت مثلا لفوق او العكس. كده ادي البكتوراليز ميجور ماسل تحت البكتوراليز ماينور ماسل، هبدا الفيزل هيبان. يبقى كده حصل اللاترال كروس زي ما اتفقنا من المره اللي فاتت، اللي انا هعتمد اشوف اعلى نقطه حصل فيها الكروس وارسم لحد عندها. لسه الكروس موجود، لسه الكروس موجود، الفيزل كده انتربتد. يبقى كده دي اخر حته فيها كروس، اعلى حته فيها كروس. هاخد الفوليوم بتاعي اللي هو اكزيلي ليفل 1، هرسم لاترال تو بكتواليز بكتواليز ماينور ماسل، اكسكلود الريبس والانتركوستال ماسل، سب سكابولاريز ماسل، انزل ما بينها وبين الدلتويد ماسل. لو طبقنا اللي هو قاله ويمشي مع الانتيرور سيرفيس بتاع البكتوراليز اوصل للسكن. طبعا السكن هنا بعيد وكمان ما فيش انديكيشن ان انا اخد السبكوتينيس تيشو، فانا هقف عند الانتيرور سيرفيس بتاع البكتوراليز ميجور ماسل وهقفل القط اللي تحتيه. نفس الحكايه اوصل دي، اخد كده السب سكابولاريز سيريتاس انتيرور ماسل لاترال ايدج واقفل الفوليوم بتاعي. نفس الحكايه هتبدا اللاتسموس دورساي تظهر دلوقتي بدل الدلتويد اللي احنا بنشوفها فوق دي في مطرح اللاتسموس دورساي، هي الدلتويد ماسل. كده 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 عنا على العضلة اهيت. لو احنا جبنا عشان نعد الربات واحنا نازلين، فيرست ريب، سكند، ثيرد، الفورس، الفيفث. يبقى انا عندي الكروس ممكن يكون عند الفورس او الفيفث. لو عند الفيرست ريب اهوت، هنا الكلام اللي هو قاله اللي انا ممكن اعمل ايه، اوصل لاترال لحد السكن كده، اللي انا ارسم كده هو قصده ان انا ممكن اوصل لحد كده.
ده الخط اللي بيكونكت المصل بالسكن، اللي بيكونكت اللاتسموس دورساي والدلتويد بالسكن، الخط اللي انا رسمته ده. ده عشان هو مؤمن اللي لازم أن يكون البيز بتاعة الاكزيلا از سكن. طبعا دي نقطة ديفرنس كبيرة بينه وبين الار تو جي جاد لاين. الار تو جي جاد لاين كان بيقف عند الانتيريور سيرفيس بتاع البكتوريالز لما بيوصله مع اللاتسموس دورساي ماسل. هو هنا بدأ يتكلم على الدلتويد ماسل، وبدأ يتكلم على السكن اللي هو مش جاست اللي هيوصل. هنا المسافة قفلت ما بينهم، هي هنا بقى لا، هنا هيعتمد اللي ياخد يوصل البكتوريالز بالدلتويد، مش هيوصل باللاتسموس، مش هيوصلها بالسكين. هيوصل هنا برضه اهوت، هيوصل. عظيم عظيم. ويقفل. تعالوا بقى نشوف نعمل انتربوليشن. كل ما السكين يقرب، كل ما الفوليوم يبدأ يقرب للسكين، بالذات في اللوست بارت بتاعته بيبقى واصل لحد السكين. بعد كده يبدأ يبعد عن السكن عشان يلتزم بالانتيريور سيرفيس بتاع البكتورياليز ميجور ماسل مع الدلتويد او اللاتسموس دورساي ماسل. زي ما احنا شايفين كده في الكورونال والساجيتال اهوت، هنجيب المنطقة اللي فيها البكتورياليز ماسل اهوت، الجزء اللي واصل لحد السكن هنا اهوت في اللور بارت. في الابر بارت هلتزم بالبكتورياليز ميجور ماسل، مش هعديها، مش هخطيها. لاحظي اللي هو كان بيقول بلو ذا هيد اوف ذا هيومرس، اللي هو هنا اهو، اللي دي بداية الهيد اوف هيومرس. الفوليوم بتاعي بلو ذا هيد اوف هيومرس. تعالى هنا بقى في الساجيتال نشوف موضوع الهيد اوف هيومرس. ادي الهيد اوف هيومرس اهيت بلوز هيد اوف هيومرس اهو. يبقى كده الفوليوم اترسم بالظبط زي ما الار تو جي جاد، زي ما الرات كومب بيقول، مع التشنجز اللي هو عملها على الار تو جي جاد لاين.